بسم الاب والابن الروح القدس اله واحد امين. عندما نقف امام طفل المزود فاننا نقف في خشوع ووقار، في مهابه واتضاع. هذا الطفل العجيب في مظهره لا يختلف عن اي طفل اخر، اما في جوهره فهو يختلف عن اي طفل اخر. اي طفل ولد من عذراء مثل هذا الطفل، اي طفل حمل الطبيعه اللاهوتيه مثل هذا الطفل. فيه رأينا الله متحدا بالإنسان، اللاهوت متحدا بالناسوت، الطبيعة اللاهوتية متحدة بالطبيعة البشرية. إنه بالحقيقة الله الذي يليق به التسبيح، فهو ذا الملائكة تحن نحوه تنشد أناشيد الفرح والمسرة والسرور، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس. إنه بالحقيقة الله المتجسد، فهو ذا الوعاها الساهرون يحملون الزبد واللبن وحملا صغيرا يقدمونه للحمل الحقيقي حامل خطية العالم كله، يسجدون له ويقدمون له العبادة. إنه بالحقيقة الله المتأنس الذي أشرق نجمه في المشارق، لأنه يبرز كوكب من يعقوب ويقوم قضيب من إسرائيل، فيسرع المجوس العظماء من المشرق والنجم يتقدمهم حيث جاءوا إلى الصبي، وفرحوا فرحا عظيما جدا وخروا وسجدوا للصبي وقدموا هداياهم ذهبا ولبانا ومر، وسيظلوا يسجدون رغم احتجاج مسطول وتخطئة إياه. لنفرح ونصر لأن نبوة النبي الإنجيلي قد تحققت، يولد لنا ولدا ونعطى ابنا وتكون الرئاسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. كيف يتجسد الله ويتأنس؟ كيف يصير الكلمة جسدا؟ كيف يتحد اللامحدود بالمحدود؟ كيف يتحد الأزلي بالزمني؟ كيف يتحد الخالق بالمخلوق؟ إنه سر عظيم، عظيم هو سر التقوى. الله ظهر في الجسد، اليوم البتول تلد فائق الجو، والأرض تقرب المغارة لغير المقترب إليه. الملائكة مع الرعاة يمجدون، والمجوس مع الكوكب في الطريق سائرون، لأنه من أجلنا ولد صبيا جديدا، الإله الذي قبل الدهور. يسوع الأسرة القديسة العذراء مريم وماركوس الرسول للعقيدة بكنيسة القديسين ماري ماركوس الرسول والبابا بطرس خاتم الشهداء، أن تقدم المنهج العقيدي المقترح للصف الخامس الابتدائي والصف الثاني الإعدادي حول التجسد الإلهي. هل له بديل؟ ولإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين. بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. الدرس السابع عبارة عن تشبيهات بتقرب لنا معنى التجسد. الحقيقة تشبيهات كثيرة بتقرب معنى التجسد. احنا هناخد أربع تشبيهات بس، ثلاثة من الكتاب المقدس اللي هم العليقة وتابوت العهد وجبرة أشعياء، ومثل ضربه البابا كرولوس عمود الدين اللي هو الحديد المحمى بالنار. أستاذ مايكل كلمنا عن العليقة
وازاي كانت تشير الى اتحاد اللاهوت بالناسوت. الحقيقه المهلكه اخبرنا عنها الكتاب المقدس في سفر الخروج الاصحاح الثالث. العلقه دي عباره عن شجره عوسك خضراء، واللي حصل ان كلنا عارفين ان موسى النبي بعد لما قتل المصري وهرب عاش قد ايه في الصحراء؟ عاش 40 سنه. قعد 40 سنه في الصحراء وكان بيرعى غنم، هي ديت كانت شغلته طول الفتره ديت. وفي مره هو بيرعى غنم حماه يسرون قرب كده اهوت في الصحراء وشاف منظر غريب جدا، شاف ان في شجره عوسج خضراء وملتهبه بالنار، النار في الشجره ولم تحترق. قعد شويه كده اهوت يبص وبرده مفيش احتراق. منظر شده مش كده؟ خمس دقائق 10 دقائق هو المنظر شده، وده اللي قاله القديس اثناسيوس والبابا كرولوس. المنظر شده ليه؟ لان النار طبيعتها انها تحرق، والشجره من طبيعتها انها تتحرق بسهوله، دي اخشاب. فاللي شده في المنظر ان مفيش احتراق، ولا النار غيرت طبيعتها ولا الشجرات غيرت طبيعتها. فهنا هو التشبيه بالنسبه للتجسد. ايه اللي حصل؟ النار هو رمز للاهوت، النار هو رمز للاهوت، والشجره الخضراء هو رمز للناسوت. وده اللي ذكره البابا كرولوس الكبير، قال ان الكتاب المقدس هو اللي بيشبه الطبيعه الالهيه والطبيعه الناسوتيه. الكتب المقدسه تشبه الطبيعه الالهيه بالنار، الهنا نار اكله، عبرانيين 12:29. كمان الكتاب المقدس شبه الانسان بالزرع او بالنبات، قال كده في مزمور 103:15 الانسان مثل العشب. الدرس السابع عباره عن تشبيهات بتقرب لنا معنى التجسد. الحقيقه تشبيهات كتيره بتقرب معنى التجسد. احنا هناخد اربع تشبيهات بس، ثلاثه من الكتاب المقدس اللي هم العليقه وتابوت العهد وجبره اشعياء، ومثل ضربه البابا كرولوس عمود الدين اللي هو الحديد المحمى بالنار. استاذ مايكل كلمنا عن العليقه وازاي كانت تشير الى اتحاد اللاهوت بالناسوت. الحقيقه المعلقه اخبرنا عنها الكتاب المقدس في سفر الخروج الاصحاح الثالث. العلقه دي عباره عن شجره عوسك خضراء، واللي حصل ان كلنا عارفين ان موسى النبي بعد لما قتل المصري وهرب عاش قد ايه في الصحراء؟ عاش 40 سنه. قعد 40 سنه في الصحراء وكان بيرعى غنم، هي ديت كانت شغلته طول الفتره ديت. وفي مره هو بيرعى غنم حماه يسرون قرب كده اهوت في الصحراء وشاف منظر غريب جدا، شاف ان في شجره عوسج خضراء وملتهبه بالنار، النار في الشجره ولم تحترق. قعد شويه كده اهوت يبص وبرده مفيش احتراق. منظر شده مش كده؟ خمس دقائق 10 دقائق هو المنظر شده، وده اللي قاله القديس اثناسيوس والبابا كرولوس. المنظر شده ليه؟ لان النار طبيعتها انها تحرق، والشجره من طبيعتها انها تتحرق بسهوله، دي اخشاب. فاللي شده في المنظر ان مفيش احتراق، ولا النار غيرت طبيعتها ولا الشجرات غيرت طبيعتها. فهنا هو التشبيه بالنسبه للتجسد. ايه اللي حصل؟ النار هو رمز للاهوت، النار هو رمز للاهوت، والشجره الخضراء هو رمز للناسوت. وده اللي ذكره البابا كرولوس الكبير، قال ان الكتاب المقدس هو اللي بيشبه الطبيعه الالهيه والطبيعه الناسوتيه. ايامه كظهر الحقل كذلك يظهر. فاحنا بنقول ان النار رمز للاهوت، والشجره الخضراء او العوز شجره العوز الخضراء دي رمز للناسوت. بيكمل بابا كرولوس الكبير وبيقول لذلك فالنار الذي راها موسى ما كانت تحرق العوزه، بل كانت تتلاطف وتتالف مع طبيعه الخشب الضعيفه. وهو دوت اللي حصل في المسيح، يقول كده دوت وهكذا اللاهوت كان يتالف مع الناسوت، وهذا هو السر الذي تم في المسيح. في قول تاني بابا اثناسيوس بيقول فيه ان المسيح الواحد هو شيئين، نار جوهر الكلمه الخالق، اشاره ده ليه؟ للاهوت. نار جوهر كلمه الخالق وجوهر الناسوت، ناسوت هو شعر الطبيعة بشرية، المتحدين معا
بغير اختلاط ولا تحول على قياس العليقة المشتعلة. وبرضه بابا أثناسيوس تكلم عن ايه تشبيه العليقة. بابا كورنيش الكبير قال كما أن النار كانت تضيء العليقة دون أن تحرقها، هكذا أيضا اللوغوس، لوغوس إشارة لإيه؟ اللاهوت، اللوغوس يوصل به اللاهوت. هكذا أيضا اللوغوس لما تجسد لم يحرق الجسد الذي اتحد به، بل على العكس جعله جسدا محيا، جسدا محيا. طب التابوت العهد إزاي كان بيشير لطبيعة السيد المسيح؟ تابوت العهد برضو عرفنا منه، قرينا عنه في خروج 25. تابوت العهد دوت كان من خشب الصمت، وخشب الصمت دوت كان لا يسوس، خشب الصمت كان لا يسوس، وده كان بيشير للناسوت في المسيح، لان ناسوت المسيح او اتخذ جسد خالي من سوس الخطيه. السيد المسيح كان خالي من الخطيه الجديه لانه ولد بدون زرع بشر، وايضا خالي من اي خطيه لانه لم يكن في فمه غش، وبدون خطيه جديه لان الروح القدس حل على ست العذراء فطهر وقدس ونقى مستودعها. فالجسد المتخذ من ست العذراء جسد مقدس خالي من اي شائبه للخطيه. تمام. وهو نفسه في حياته، حياته كلها بر وقداسه، ما كانش فيه اي خطيه، خطاياه واحد. فيبقى الذهب ان هو يرمز للاهوت، والخشب يرمز للناسوت. باتحاد اللاهوت بالناسوت صار الناسوت غنيا بمجد اللاهوت، زي ما الذهب يغشي او يغطي الخشب كله من داخل ومن خارج، اللاهوت كمان بقى اتحاد اللاهوت بالناسوت، اصبح الناسوت غنيا بمجد اللاهوت. طب الذهب بيغطي التابوت من خارج بس ولا من داخل بس ولا من الاثنين؟ من داخل ومن خارج. طب دي البابا كروس قال فيها حاجه دي. قال التغطيه من الخارج دي تشير لايه؟ اتحاد اللاهوت بايه؟ بالجسد البشري الظاهر. الظاهر. والتغطيه الذهب من الداخل تشير لايه؟ اتحاد اللاهوت، اتحاد اللاهوت بايه؟ بالروح الايه؟ بالروح البشريه. البابا كورولوس الكبير قال الخشب الذي لا يسوس هو رمز للجسد الذي لم يفسد، لان الارض لا يسوس. اما الذهب وهو يفوق كل الاشياء فهو يشير الى جوهر اللاهوت الفائض. لكن لاحظ كيف غطي التابوت كله بالذهب النقي من الداخل ومن الخارج، لان الله الكلمة اتحد بجسد مقدس، هذا ما يشير اليه تخشيط التابوت بالذهب من الخارج. والنفس العاقله التي في الجسد وهي نفسه، وهذا ما يشير اليه تخشيط التابوت من الداخل. الذهب الذي غطى به الخشب ظل كما هو ذهبا، اما الخشب فقد صار غنيا بمجد اللاهوت. نفس الفكره بالظبط. الصوره الاولانيه هي بتشير لموسى لما راى شجره العوزك الخضراء وهي ملتهبه بالنيران. هنا هو بنقول ان النار هنا بترمز للاهوت، والشجره رمز للناسوت. الصوره الثانيه دوت تابوت العهد، كله ذهب من داخل ومن خارج. تابوت العهد من خشب الصمت الذي لا يسوس، رمز للناسوت الخالي من سوس الخطيه. الخشب رمز للناسوت والذهب رمز للاهوت. يبقى كده اتكلمنا عن تشبيهين، التشبيه الاول خاص بالعليقه، والتشبيه الثاني خاص بتابوت العهد. تصوني هيام تكلمين عن تشبيهين تانيين، جمره اشعيا والحديد المحمى بالنار. جمره اشعيا، قبل ما نبدا نعرف الاول مين اشعيا. اشعيا ده نبي من الانبياء الكبار، وليه سفر في الكتاب المقدس تحديدا في العهد القديم. في الاصحاح السادس شاف حاجه غريبه قوي، شاف رؤيا الله جالس على كرسي عالي ومجده مالي الهيكل، وخاف وارتعب لما شاف المنظر ده. قال ايه؟ قالوا لي اني ايه هلكت، لاني انسان نجس الشفتين وساكن وسط شعب نجس الشفتين. قام جه واحد من الصرافين، الصرافين ده رتبه من ايه الملائكه، راح طاير على المسبح واخد بملقط جمره من على المسبح ومس بيها شفتين مين؟ اشعيا. قال له ايه؟ هذه قد مست شفتيك وانتزع اسمك وكفر عن خطيتك. ده معناه ايه؟ جه كده بابا كرولوس، طبعا عن ود الدين عارفين البطرك ال 24، البطرك الاي بابا كرولوس الاول، عشان احنا عندنا سته باسم كرولوس. البابا ده قال ايه بقى؟ الجمره دي هي بالظبط كده فحم متحد بنقره،
الفحم يعني ناسوت، النار يعني لاهوت. وده كان المثل اللي ادهولنا الكتاب المقدس عن اتحاد اللاهوت بالناسوت جمرة أشياء. وعشان كده بابا كرسي يقول ايه؟ فكما ان النار عندما تتحد بالفحم تستحوذ على كيانه، يعني تخليه احمر كده زي النار، وتحوله الى مظهر النار وقوتها، وتضع فيه جميع صفاتها، يعني لو فحمه كده حطيت على ايدك هتتحرق، وتضع فيه جميع صفاتها حتى انه يعتبر واحد معها، هكذا في المسيح الله المتحد به بالناسوت. عشان كده جسد المسيح اختلف عن جسد اي انسان تاني. ده نسميه جسد المحيي، الجسد المنور، الجسد اللامع. مجرد ما لمس الابرص البرص هرب منه، البرص ما قدرش يقف قدامه هرب منه. مين كان يجرؤ ان يلمس واحد ابرص؟ نجس. المراه النازفه الدم من كام سنه؟ 12 سنه. مجرد بس ما لبست هاد بثوبه اللي جاي على الجسد ده توقف النزيف للحال. دي جمرة أشعية. ناخد آخر تشبيه اللي هو الحديد المحمى بالنار اللي ضربه البابا كرولوس عمود الدين بره. طبعا البابا كرولوس دوت بصراحة ليه يعني في كنيستنا، يعني هو البابا أثناسيوس هم اللي أعمدة الإيمان. البابا كرولوس قال لنا مثل حلو قوي، قال لو جبنا حتة حديد ولعنا فيها نار جامد قوي 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 لغاية ما بقى لونها أحمر، يا ترى دي حديد بس ولا نار بس؟ بنقول ان هي حديد لان انا لو طرقت عليها كده وشكلتها هتتشكل، وبنقول ان هي نار عشان انا لو لمست بيها حد حطيتها على حد تاني هيتحرق. ده معناه ايه؟ الحديد هو الناسوت اللي وقع عليه كل الالام، لكن اللاهوت ما بيتالمش ولا يتالم ولا يجوع ولا بيعطش ولا بيتعب ولا بيموت. ونفس المعنى على فكره قاله قبل البابا كرولوس، قاله البابا اثناسيوس الرسولي. يقول ايه البابا اثناسيوس؟ مثلما تلتحم النار بالحديد، لما تعدي كده على واحد حداد تلاقيه ماسك حته ايه، قطعه حديد ما يعرفش يشكلها، يصنع منها سيف ولا سكينه ولا خنجر ولا حاجه الا لو حطها على النار. بحطها على النار فبتبقى لينه، بيجي يقطع فيها ويشكلها زي ما هو عاوز. فبابا سنت بيقول ايه؟ مثلما تلتحم النار بالحديد فيكونان معا جمره واحده، قطعه الحديد الحمراء دي مين يقدر يلمسها؟ مش يقدر يلمسها لان نار. نار دي ولا حديد؟ الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض، نار ايه؟ وحديد. جمره واحده من غير ان تكون النار تغيرت او تحولت عن جوهرها، النار فضلت نار مع كونها منيره محرقه، ولا قطعه الحديد تغيرت او تحولت عن ان تكون ثقيله تشك وتقطع. وعشان كده الالام اللي وقعت على السيد المسيح وقعت على اللاهوت ولا الناسوت؟ الناسوت هو اللي اتأثر، هي وقعت على الاثنين. بس النار ما بتتأثرش، فاللاهوت لا يتأثر، لكن كل دقة مسمار، كل أي ألم تعرض ليه ربنا يسوع المسيح كان محسوس. بالذات إن جسده لطيف بلا خطية، فكان الإحساس عنده أقوى، فحس بكل رحلة الآلام اللي عبر فيها من يوم خميس العهد بالليل لغايه لحظه تسليم الروح يوم الجمعه الكبيره. كده خدنا اربع تشبيهات عن تقرب لنا اتحاد الطبيعتين اللاهوتين والناسوتين مع بعض. التشبيه الاول عن ايه؟ العليقه. والثاني تابوت العهد. والثالث جمره الاشعيا. والرابع الحديد المحمى. طبعا الصوره واضحه جدا ان اللي واقف تحت في الركن الشمال دوت اشعيا النبي، وان مجد الله مالي الهيكل والكرسي العالي. طبعا احنا مش شايفين هنا الله لان الله مالك اللي هو اللاهوت مالي الكون ولا يحدث مكان، وربنا قال في العهد القديم لا يراني احد ويعيش. ودول طبعا الملائكه حملت عرش الله والموجودين حوالين الله، وواحد منهم من الصرافين طار على المسبح واخذ ايه؟ اخذ الجمره ومس بيها مين؟ شفايف اشعيا، وقال له هكذا ايه؟ هكذا برئت، خلاص انت كده انتزع اسمك وكفر عن خطيئتك. الصورة الثانية ديت طبعا الصورة اللي فوق باينة خالص، ده الحديد المحطوط في النار، بيفضل قاعد حطوا الحداد في النار لغاية ما يبقى لونه أحمر خالص، ويبقى اتحد إن هنا النار بالحديد. بالظبط الحديد قلنا هو الناسوت اللي يقع عليه الآلام ولم يفارقه اللاهوت، فاللاهوت هو النار المتحد بالحديد. وقلنا اللاهوت لا يتأثر ولا بألم ولا بتعب ولا بعطش ولا بموت. تحت بردك دي الفحمة، رمز الفحمة
طبعا زي ما قال استاذنا كده ان الفحم هنا بيبقى ما بيتحد بالنار، هو ليه خصائص الفحم وفي ذات الوقت ليه خصائص النار، ولكن دي لم تفرق دي، يعني النار موجوده حراره ونور وضوء وكل ده ويحرق، متحد بالفحم اللي هو ثاني اكسيد الكربون المتحجر او المتفحم. ولله كل مجد واكرام من الان والى الابد امين. وأردت أن تجدده وترده إلى رتبته الأولى، لا ولا رئيس ملائكة ولا رئيس آباء ولا نبي ائتمنتهم على خلاصنا، بل أنت بغير استحالة تجسدت وتآلت